Mare vsa stari, fraze ricamplani, stari shilla drabi, fine kazare, shalqa lebtu hchamili. Yo, what's up guys, السلام عليكم, معكم جونا عاوتاني في another video وعدنا من جديد. اول حاجة اعمال المباركة لكم كاملين ان شاء الله, يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو. رجعنا في رمضان, رمضان طبيعة الحال كنكونو جالسين في الدار, ما كيكونوش عندنا اشغال وداكشي, علاش ما نديرو شي سيرية ديال الفيديوهات ونبقاو نحطوهم في رمضان. واحد الحاجة بندوي معكم قبل على واحد لاباج ديال انستغرام لي زوينة, ماشي داكشي ديال الطريديم, لا دي واحد لاباج ديال الحوايج, يعني الناس اللي انتريسي اللي كيكونوا كيخدموا كليبات وداكشي وكيخصهم لايك حوايج كتكوثروا, ماشي لقاوش لايك ستايلست ولا شي واحد اللي يلبسهم زعما داكشي مزيان. كاين واحد لاباج سميتها البسري شوز اللي صح انا تقديت من عندهم, كاليتي واعره مزيانه, كيخدموا حتى مع الناس ديال الكليبات, يعني حوايج داكشي اي حاجه زعما خصك في كليب وداكشي تقدر تمشي معاهم تخدم معاهم وداكشي زعما لا لا على كليب ديالك واتمينة طايحين بزاف وحوايج داكشي نقي تبارك الله عليهم. نخلي لكم لاباج انستغرام ديالهم اللي هي هادي, نخليها لكم لتحت في الديسكريبشن, ويا نتمنى تعجبكم. سو جايز كما كتعرفوا لي انا كنهضر بزاف, ولكن المهم يلا عشان قد داكشي ديالي وانا جايب انرجي جديده عاوتاني. اوكي سو قبل ما نبداو مابقاش لنا بزاف باش نكملو 60 كي, يعني شي 54 كي دابا. قبل ما تكمل انت ولا انتي هبط لتحت خلي لايك كومنت وتابونا باش الفيديو يطلع وباش نكملو 60 كي في اقرب وقت. اوكي سو الفيديو ديال اليوم غادي يكون ضايع, علاش؟ على الموسيقى اللي كتصاوب سلو و ريفيرب ميوزيك, يعني ديما كتلقى شي فيرسون ديال شي تراك اللي كتعجبك كتلقاه بسلو و ريفيرب فيرجن وكتعجبك, يعني كتلقاها بعض الخطاش حسن من الاوريجينال كتقول واه هادشي زوين هادي حسن هادي كدا. اوكي سو اليوم جيت نوريكم كيفاش كتقاد هاد الموسيقى هادي, والتراك اللي غادي ننزل هو دلالي تاع صاحبي اوزي شيطان كما كتعرفوا بطبيعة الحال. غادي نخدمو بداك التراك وغادي نوريكم كيفاش كتصاوب سلوت وريفيرب وتا الاي دي, يعني ديك الموسيقى اللي كتبقى تدور عليك حدا ودنيك غادي تعرفوا كيفاش كتقاد. اوكي سو اول حاجه هذا الفيديو اللي غادي نقادو باستخدام لوجيسيال كنخدم به انا في تراكاتي كاملين اللي هو اف ال ستوديو. ومهم اللي ما كيعرفش يخدم بهذا اللوجيسيال ولا اي حاجه, يلا دابا شويه حطيت واحد الفري كورس اللي هو ديال الاساسيات ديال اف ال ستوديو, كنوريك كيفاش نخدم باللوجيسيال, لازم كيفاش كيخدموا, كنوريك كيفاش كنخدم في بروجي, ممكن نخدم في دلالي نيت. غادي نخلي لكم اللين ديال الفورماسيون تحت تقدروا تدخلوا تفرجوا فيها فابور, يعني كتدخل كتقيد كتفرج داكشي عادي. وبطبيعه الحال كيبدا بالانتيغاسي زعما داكشي ديال الميكساج والهيبات, ديجا كاينه فورماسيون وحده اخرى اللي هي ب 397 درهم اللي كتشمل كل ما له علاقه بالتسجيل الميكساج ماسترين والبيزنس في الموسيقى كارتيست ولا كبرودوسر, يعني مون بين قوسين. اوكي جايز سو نبداو نحطو دابا البروجي في اف ار ستوديو في اللوجيسيال ونرجع لكم بقاو معايا. اوكي جايز رجعنا ودابا حنا كاينين في اللوجيسيال ديال اف ار ستوديو كما كتشوفوا. ها هو طرق قدامنا ديال الدلالي كما غتسمعوا. ما عرفش اش طاري فراسي غي كامبلاني, فطاري شلا درابي فين كازاري, شحال قلبت وحتى مليت خيالة قدامي. المهم تراك كما سامعينو, المهم دابا غادي نوريكم سلو و ريفيرب. غادي نشد تراك, المهم انا نقصت ليها من الفوليوم شويه حيت مجهد. غادي ندير في شي بيست, هنا كنتحكم بالعدد ديال لي بيست اللي كاين هنا, زعما فينا واحد بغيتو مثلا بغيت نشوف 8 غنجي لهنا نطلع تراك من هذا 8 غادي نطلقو. معرفش اش طاري. اوكي سو دابا هو كاين في 8, غنزيد واحد الافي اللي هو ريفيرب فروتي ريفيرب جوج. نشوف شي بريس هنا اللي غادي تقد تجي مثلا, نشوف هاد كاتيدرو ريفيرب شوية بزاف, غادي نقص منو النص وغنزيد واحد لو و هاي كات. اوكي دابا عندنا تراك فيه ريفيرب بزاف, دابا كيفاش غادي نديرو نتقلو ونديرو ليه داك السلو؟ دوبل كليك, المهم كيما كتشوفو كاين الفوليوم هنا, هنا كاين البيتش, البيتش غادي نهبطها لليسار لتحت كاع, نشوفو التراك كي غيولي. ما
نعرف جاش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك عزاري شحال قلبت وحشي عملي سهلة بزاف يعني ماشي شي حاجة اللي معقدة انا دارت هذا الفيديو هذا خصيصا حيت دارت واحد عيل في انستغرام ما عرفتش واش ابونيت ولا لا في انستغرام ما تابوناش يدخل جونا لو فري كنت حطيت لكم واحد الريل كما كنحط لكم ديما نيوز على هاد اللعيبه هادي كيفاش قدوش قادوها وعجباتكم بزاف يعني لقيت فيها بزاف ديال التفاعل وقلت علاش ما نديرش فيديو حيت صراحه ما لقيتش واحد اللي داير فيديو على هادشي ويا وينه المهم كما لاحظتوا دابا ها هو سلود وريفرب ولما عجباتكم شو تقول لي لا تقدو تحكموا في هاد البيت يعني ماشي لا بدا تهبطوا كامل كل واحد ودنه يعني انا هبط النص معرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك مهم يعني كون ما كيهبط هذا لتحت كون ما كتقال الموسيقى كون ما زعما عادي معرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك عزاري شحال قلبت وحشي عمليت وش جالي مني اللي بغيتي تزعبو مو ما نصحكمش بها هذاك الشيء ما عرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي وزا غيقشني المهم ماشي مشكل صافي احنا هبطنا دابا لهنا ما عرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك ازاري شحال قلبت وحشي عملي اوكي هاي سلو دو ريفرب دابا نقولوا شي دي بغينا ديك اللعيبه ديال اي دي زعما فاش كتمزق شي موسيقى باش تبقى دور لك من اليمين لليسار اوكي المهم كاينه الدور هذه كتسمى باني ياك كنكليكيو عليها بلي منيه كرييت اوتوميشن كليب اوكي دابا البلان هنا فين كاين دابا فاش كتجبد لكم في الوسط يعني الصوت كيكون وسط زعما قدامنا يعني كما كنسمعوا عاديه الا جيت نطلع الفوق ما عرفش اش داري كتطلق ليا في الجهه اليمين ديال الكاسك المهم كنصحكم ديروا لي زيكوتور ولا كاسك باش تاخذوا فكره اكثر وتسمعوا الصوت مزيان المهم نفس الشيء لهبط لتحت ما عرفش اش داري لا صح اوكي البلان دابا فين كاين المهم انا غادي نوريكم يعني كنبقاو نديروا بحال اش كنقولوا لهم ويفز بحال الموجات المهم نقادو هاد الموجات بحال هكا غادي نحيد هاد النص هذا ونشد هادي غير غنبقى نعاودها وصافي وهانتا معرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك عزاري شحال قلبت وحشي عمليت خيالا قدامي متشاباني على شدني خليت الخايب وديتي المزيان رقي باقي غادي مهم انا صراحه ما كيعجبنيش هاد اللعيب ديال اي دي ما عرفتش علاش كتبغيني صراحه كنبغي زعما ميوزيك حتى انا كنتمزك لهاد النوع ديال فيرجنز ديال التراكات سلو ما عرفش اش داري فراسي غي كان بلاني داري شلا درابي فينك ازاري شحال قلبت وحشي سو جايز كان هذا هو الفيديو ديال اليوم فيديو خفيف ظريف يعني باش المهم تعرفوا زعما هادشي كيفاش كيخدم مثلا انت ولا انت بغيتي دير زعما شان ديال هادشي زعما ديال سلو ريفرب ميوزيك كما كاينين شي وحدين بحال واحد الصاد ديال واحد سميتو واقيلا سميتو وليد بوسالم الا ما خفتش نكذب عنده شان كيدير فيها سلو ديال الميوزيكس وديما كنتمزك يعني ما شاء الله سو جايز كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الله يتقبل الصيام ديالكم و فوالا ما تنساوش ابونا وتخليو لايك كومنت بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وان شاء الله نرجع عاوتاني بشي فيديو جديد هاد السيمانه هادي ما تعطلش عليكم ويا سلام عليكم